انا من الساكنه ديال هاد الحومه جزيئه الند، قريب البنك الشعبي في الزيتون. كنت متكي في الدار مع داك جوي داك العصره ولا العصره وشي حاجه، كنسمع الضرب والهضره بالفرنسي بزاف الغوات. ملي خرجنا كنطلو لقينا السيد مليوح هنا مضروب كلو دميات وكيفركل، كلهم افارقه، ما عرفناش السبب علاش. السؤال لحد الان ما عرفناش منين علاش وشنو السبب علاش. وقتلوه دار بواحد الطريقه بشعه، ماشي ما كتضمش من الانسانيه كاع. كان هازين شي سلاح معاهم؟ ما شفتش اختي انا، شفنا احنا الراجل حنا انا ملي خرج من الدار لقينا الصوت كيغوت هو كيفركل كيغوت، واحد صاحبو كيهز التليفون كيغوت هادشي اللي جاو لي زيرجونس من بعد. جاو البوليس وجات وجاو السلطات، ضروري السلطات والمقدمين وكلشي جا حضروا هنايا وسيقنا داك الدم هنا في الليل وجمعنا داك الشيء اللي كاين. هادشي اللي على الله. نعم نعم. مازال ما عندكش لي ديتاي ديال لا اختي، مازال ما عرفتش انا وراسي لحد الساعه. شنو الراي ديالك في هذه القضيه هذه اللي وقعت هزات هذه المدينه؟ هذه الجريمه اختي هادشي ضد الانسانيه، ما عمرنا شفنا هذه الكارثه بحال هكا. حنا براسنا كنستنكروا هذه القضيه هذه، لان حنا ما نحملوش نشوفوا هذا المنظر هذا. ولادنا راهم مرعوبين وخايفين وكل شيء، ما بغاوش هذا الشيء هذا. نعم. كتظن بلي هاد الهجره اللي داروا هنايا لهاد المدينه وهما من بلاد اخرى هي اللي خلاتنا نوصلوا لهاد النتيجه هذه؟ اختي انا ماشي ضد الهجره، الهجره اللي كانت قانونيه مرحبا بهم، ولكن هاد الناس هم الناس ديال السطوبات اللي كيسعوا في السطوبات، هما يديروا هاد المشكله هذه. هاد الناس اللي داروا هاد الشيء هذا. نعم شكرا. ماشي مشكل. شنو هي الرساله اللي تبغي توجه للناس من هاد المنبر؟ نتمناو من الساكنه ديال مكناس ومن غير ساكنه مكناس، المغاربه كلهم ياخذوا عبره من هاد الشيء هذا، وما ضد الاجرام. حنا ضد الاجرام وضد العنف، العنف ما عندنا ما نديرو به. كان شي مشكل نتجهوا للسلطات. شكرا.